السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر أحمد السيد من مدارس بدر تايجرز الخاصة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس قراءة جديد اسمه المشروعات الصغيرة. درس المشروعات الصغيرة زي ما الصورة اللي قدام حضراتكم دي بتوضح، هي الأعمال اليدوية البسيطة اللي من خلالها بنستطيع أن ننهض باقتصاد الوطن، وبيرتفع شأن الإنسان وبيرتفع دخل ومستوى دخل الإنسان. فطبعا بتؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما في الاقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية، ولقد حققت بعض الدول الآسيوية إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة، مما حولها من قوى استهلاكية إلى قوى منتجة خلاقة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة، مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتلائم مع وفرة الأيدي العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، كالصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. وتشكل الصناعات التقليدية مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعب الحي المتطور، الذي يتمثل في إنتاج العديد من المنتجات المتميزة في الزخرفة والنقش والمعادن والفخار والمفروشات القطنية والصوفية والجلود والمصنوعات الخشبية والصدفية والرخام ومواد البناء والملابس التقليدية والصناعات التطريزية الحريرية وغيرها، كما أكدت على الدوام وجودها ومكانتها خارج البلاد من خلال منتجاتها التي كانت وما زالت تسوق في عدة أقطار أجنبية أوروبية وعربية، وهي تمثل نشاطا اجتماعيا ظل يحتفظ بمكانة خاصة سواء بالنسبة للحرفيين أو المواطنين المستفيدين من منافعها، أو بالنسبة للدولة التي حظى لديها هذا النشاط بتقدير خاص ومتميز لما يؤديه من وظائف اقتصادية واجتماعية ثقافية وامتزاجية بمختلف مظاهر الحياة والعمران. طبعا دي أهمية المشروعات الصغيرة: توفير فرص العمل، رفع مستوى المعيشة، زيادة دخل الأفراد، تحسين المستوى الاقتصادي، كيفية التنمية الاجتماعية. ويتميز المشروع الصغير بعدة خصائص تتلخص في صغر حجمه، لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء نشاطه، لا يحتاج إلى تمويل كبير، كما أن عدد العاملين في هذه المشروعات قليل وحجم رأس مال المشروع. خلي بالك ده الفرق ما بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة، هيقول لك قارن ما بين المشروع الصغير والمشروع. ويمكن تصنيف المشروعات الصغيرة إلى مشروعات إنتاجية ومشروعات خدمية ومشروعات تجارية. ومن المهم إعداد وتنمية مهارات رجل الأعمال الصغيرة بما يجعله قادرا على إدارة مشروع صغير بكفاءة وفعالية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وإيمانا بأن هذه المشروعات الصغيرة تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. إن الزيادة السكانية وضرورة خلق فرص عمل للشباب تتطلب ضرورة التوسع في الصناعات الصغيرة لما لها من عائد اقتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر. طبعا كلمة هائلة بمعنى كثير: المتاحة المتوفرة وخلاقة مبدعة، وفرة يعني كثرة، تراث الميراث الذي يتركه الأقدمون، تسوق تباع، امتزاجه اختلاطه وتسهم يعني تساعد. طبعا الواجب اللي عند حضراتكم فكر وناقش في الجمل الآتية: خلق فرص العمل للشباب، النواة الأساسية للتنمية الشاملة، استغلال الطاقات المتاحة، زي نستغل الطاقات المتاحة اللي حوالينا، إيجاد التوازن الصناعي بين الحضر والريف، منافع المشروعات الصغيرة. ودي نقطة مهمة جدا في الدرس، حضرتك تقول لي منافع المشروعات الصغيرة هي الصناعات التقليدية من المشروعات الصغيرة. طبعا حضرتك هتحللي الكلام ده كله وهتبعته لي على المنصة، وإن شاء الله بإذن الله